لجنة التشريع العام تعهدت بمشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي. عملية التعديل شملت بعض الفصول ومست يعني تقريبا 3 فصول بشكل جوهري، وكان هناك نقاش على فصل رابع لم يشمله طبعا التعديل. الفصل الأول اللي أدير حوله النقاش هو الفصل اللي متعلق النسبة الإضافة اللي هي نسبة 10% على المبالغ المرجعية، واللي معناها السادة النواب شافوا فيها أنه مبالغ يعني مرتفعة قد تعطل انخراط المعني بالأمر في مسار الصلح، إلا أنه جهة المبادرة تمسكت بموقفها، بالتالي فإنه تم الإبقاء على نسبة 10%. الفصل الثاني اللي دار حوله النقاش هو الفصل 25، ويعني المدة اللي المتصالح عليها من أجل يعني استكمال الصلح، اللي هي كانت كيف ما تعرف في النص الأصلي 3 أشهر، يدفع قسط أول 50%، ثم البقية بعد 3 أشهر. قدمونا 2 مقترحات، مقترح إذا يقترح الترفيع إلى سنة، ومقترح ثاني يقترحها إذا 6 أشهر من أجل إتاحة الفرصة للمتصالح من أجل أنه يدفع المبالغ المستوجبة عليه. تمت المصادقة على المقترح الذي يقر 6 أشهر. التعديل الثاني يتعلق بصياغ الصلح، كيف ما تعرفوا كانت عندنا 3 صياغ نتاع الصلح، تم تعديل واحدة منها إذن، وإضافة صيغة رابعة الصلح النهائي بدفع كامل المبلغ، وصلح إذن الوقتي بدفع 50% من المبلغ، والبقية أصبحت بعد 6 أشهر ما عادش بعد 3 أشهر. إذن الصيغة الثالثة هي تأمين 50% من المبلغ وإنجاز مشاريع. إذن في هذه الصيغة أصبحت وإنجاز أو المساهمة في إنجاز. المقترح الرابع هو إذا دفع مبلغ 50% والإنجاز أو المساهمة في الإنجاز. فرق بين الثالث والرابع، الثالث إذا يقر يعني تأمين 50% ثم إنجاز مشروع. 50% المشروع اللي بتنجو قيمته 100% من المبلغ المتصالح عليه، يبدأ بال 50% اللي عنده، ومن بعد ما يمضي في إنجاز نصف المشروع يسترجع ال 50% المؤمنة عند الدولة ويكمل بها إنجاز المشروع، وبالتالي المشروع تكون قيمته 100% من مبالغ الصلح. الوضعية الجديدة هي دفع 50% وإنجاز مشروع بال 50% المتبقية. يعني الثالثة والأبرز اللي أثارت نقاش كبير في 37 جديد، اللي يقول وتتم مصادرة أملاك طالب الصلح وقرينه وأصوله وفروعه في حالة الفراق. لهنا هذه طرحت نقاش من إذا من الجهة القانونية ومن الجهة الحقوقية. اعتمدنا الصيغة التالية: في حالة الفرار تتم مصادرة أملاك طالب الصلح وكل الأموال والمكاسب التي انتقلت منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى قرينه وأصوله وفروعه أو إخوته أو أصحابه، ولا ترفع المصادرة على الأموال المذكورة إلا إذا أثبتوا أن مأتاها لم يكن من متحصل الجريمة المنسوبة لطالب الصلح.